تمام. طيب تعالوا كده يلا نبدأ. شير ديسكتوب، دلوقتي خلاص ده المشروع بتاعي. أول ما أفتح الإندكس هيفتح لي المشروع. الحاجات اللي احنا اشتغلنا فيها الفترة اللي فاتت كان أغلبها في السيتنجز، إن احنا خلاص بقينا بنعرف نضيف البرانش والبابلشر والأوثر والكاتيجوري وكده. حلو، محتاج إن أنا أضيف إمبلويي، موظف. وعملنا دلوقتي إن أنا بقدر أشوف الفروع ده كان في فرع إيه وكده، تمام. وبقدر هنا أي حاجة فيها داتا هتيجي زي البرانش موجودة. لو أنا مثلا رحت أضيف كتاب وعملت آد بوك، فيجي لي الكاتيجوريز اللي أنا ضفتها كلها موجودة. كان في مشكلة في الببلشر والأوثر مش راضيين يجوا، عايزين نشوفهم. أنا مش عارف هما شغالين ليه بس هنشوفهم. عندي بقى الحاجات أي حاجة فيها آد عايزين نعملها. يعني احنا دلوقتي عملنا السيتنجز، فأنا عندي آد إمبلويي فدي محتاجة تتضاف، وعندي آد بوكس وآد كلاينتس دول محتاجين يتضافوا، فعايزين نبدأ بدول وبعد كده نشوف الباقي. طيب تعالى كده، عندي دلوقتي تعالى نبدأ بالآد إمبلويي. بما إن احنا في السيتنجز تعالى نجيب، هنفتح الديزاينر، هجيب البيج الخاصة بالسيتنجز واروح للإمبلويي. دي المعلومات بتاع الإمبلويي اللي عندي، محتاج اخدها عندي وبعد كده اروح اضيفها في الداتابيز. حلو، طيب تعال نفتح الداتابيز. دي الداتابيز اتفتحت اهي. انا عندي الامبلوي نيم جيم بلانيت ده، فاجي هنا الامبلوي نيم هساوي سيلف دوت لاين ايديت 33 دوت تكست. طيب هفتح الديزاين، تمام. هجيب الامبلوي ايميل، فده هيبقى الامبلوي ايميل هيساوي السيلف دوت لاين ايديت ده دوت تكست. عندي ايه تاني؟ عندي employee phone، self dot line edit ده dot text. حلو؟ طيب عندي branch، employee branch يساوي self.combobox ده dot text، بس الكومبو بوكس ملوش تكست، تبقى dot current index، يعني الindex اللي انا اخترته. طيب الامبلويي ناشونال اي دي، فيبقى ناشونال اي دي يبقى السيلف دوت لاين ايديت 32 دوت تكست. وبعدين عند البريوريتي تمام، وعندي الباسورد، والباسورد اجين ده 36 ده 37. طيب فانا عندي الباسورد سيلف دوت لاين ايديت 36 دوت تكست، والباسورد 2 هيساوي سيلف دوت لاين ايديت 36 دوت تكست. حلو كده، انا جبت كل المعلومات اللي عندي. عايز اعمل ايه؟ عايز انفذ جمله انسرت ظريف على جدول الامبلوي. طب الجدول اسمه ايه؟ اقول لك تعالى، تعالى نفتح الداتا بيس بتاعتنا اللي هي ال بي، الاقي عند التيبلز، الاقي عندك الجدول بتاع الامبلوي اهو، شده هنا ده الاسم اهو، خده معاك كوبي. وبعدين تعالى اهو، هنا ميل سيلف
دوت كير دوت كيرسر دوت اكسكيوت، وبعد كده التلاتة سنجل كود بتوعنا، ونقوم جاي هنا نقوم قايلين له انسيرت انتو، حلو. وبعد كده هنحط له اسم الجدول كنترول زي، مخدناش اسمه كوبي، لحظة واحدة اهو، وبعدين اسم الجدول، وبعد كده تقول الأعمدة بتاعته اللي انت عايز تضيف في الامبلوي. تعالى نجيب أول 1000 صف، فلا عندي النيم والميل والفون والديت، يبقى أنا عندي النيم والميل والفون. طيب الديت كده كده البي وي هتسيف لوحدها في الوقت اللي احنا عملناه. بعد الناشونال اي دي والبريورتي، ناشونال اي دي بريورتي، حلو. طيب ايه تاني؟ مفيش باسورد، مع ان الامبلوي عشان يعمل لوجن المفروض يكون ليه باسورد، فاحنا محتاجين نضيف فيلد هنا خاص بالباسورد. طب تعالى ليك يمين وتعالى نعمل الترا للتيبل ده، وتعالى هنا نضيف باسورد ونسيبه فاركار 45 بس، وتعالى كده نعمل ابلاي كلوز. فانا بقى عندي هنا فيلد اسمه باسورد، تمام تمام. وبعدين عايزين نعطيله الفاليوز، تقوم قايل الفاليوز، وتقوم جاي هنا بقى انا عندي كام قيمة؟ ده واحد، دي فاصلة، ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، ستة قيم، حلو. وبعدين اما انا جاي هنا واقوم عامل فاصلة واقوم بصور القيم بتاعتي، ايه القيم اللي عندي؟ الامبلوي نيم، وبعد كده الامبلوي ايميل، وبعد كده الامبلوي فون، وبعد كده الامبلوي فين البرانش؟ مفروض في برانش ناقص، يعني البرانش مش موجود، تمام. طب انضيفها، والناشونال اي دي والبريوريتي والباسورد. يبقى انا دلوقتي عندي بلوي فون، وبعد الفون في المفروض انا في برانش قبل الناشونال اي دي. طيب هنيجي هنا نضيف كمان واحد نسميه البرانش. طيب انت عايزين البرانش يسجل الاي دي بتاع البرانش ولا يسجل اسم البرانش؟ يعني يسجل اسم الفرع ولا يسجل الاي دي في الداتابيز؟ تحبوا يكون ايه؟ الفاركر هندسه معناه ان هو هياخد قيمه سترينج عدد حروفها 45، تمام. فده يبقى انتجر بس، نعمل ابلاي. الحمد لله. فنيجي بعد الفون ونعمل هنا البرانش، ونيجي هنا نزود كمان واحدة، تمام كده. طيب صغر بس الفونت حاجة بسيطة نعمل ابلاي، اوكي. فدلوقتي انا ضفت تلاتة تلاتة ست سبع قيم، وعندي سبع فورمات سترينج، وانا عندي السبع قيم اهم، تمام حلو. طيب بس الفكرة دلوقتي
انا دلوقتي لو جيت اسيف الامبلوي ده بالباسورد بتاعه، ما انا لازم اتاكد ان الباسورد الاولاني بيساوي الباسورد التاني عشان اخد منه اتنين باسورد في هنا في الديزاين، فلازم اتاكد ان هما زي بعض لان هما الاتنين نفس الباسورد. فنقوم قايل اف لو الباسورد ساوى الباسورد اتنين، وقتها اروح انفذ دول. حلو، وقتها كمان اروح اعمل كوميت على الداتابيز سيلف دوت دي بي دوت كوميت. يبقى انا دلوقتي مش هنفذ دي الا لما يكون الباسورد واحد بيساوي الباسورد اتنين. طب لو مش كده تعال نعمل برنت نقول له مثلا رونج باسورد، وتعالى فين البطن اللي بيضيف الامبلويي؟ ادي امبلويي مش البطن ده. تعالى نروح نعمل له نربطه فوق بالبطنز بتاعتنا. سيلف دوت بوش بوتون 27 دوت كليك دوت كونكت سيلف دوت اد امبلوي. بس تعال كده نرن، روح على سيتنجز على الامبلوي، اجي اضيف هنا امبلوي جديد هسميه ايه؟ هسميه محمود. الايميل احط الايميل بتاعي، الامبلوي فون احط رقمي، الفرع هو كده جايب فرع اسكندرية ماشي، الناشونال اي دي هنحط اي شوية ارقام، البريورتي نحط مثلا المفروض البريورتي دي احنا نحددها تبقى حاجه معينه، يعني يفضل انا من شايف من وجهه نظري ان هي المفروض تكون دروب داون من 1 لـ5 مثلا او 1 من 10، فنسيبها كده. الباسورد اكتبه من 1 لـ5 والباسورد ده من 1 لـ5. طبعا باسورد ظاهر احنا هنشوف ازاي نخفيه. واد امبلوي حصل مشكله بقول لك اوت فرينج ماس كل اكسبشن داتا ايرور اوت فرينج فاليو فور كولوم ناشونال اي دي اوت فرينج فاليو. طيب تعالى كده نفتح الدي بي ستراكشر، كنا احنا عاملين للناشونال اي دي كنا عاملين له ايه؟ انتجر فيلد. طيب ما المفروض مفيش مشكله. طيب تعالى ننزل تحت نتاكد ان الفانكشن بتاعتنا كويسه. تعال نرن تاني، روح للسيتنجز وادي امبلوي، اكتب محمود الايميل تليفون ناشونال ايديا شوية ارقام بريورتي نكتب مثلا 5، الباسورد من 1 لـ5 والباسورد من 1 لـ5. ادي امبلويي فيلد ديت دازنت هاف ديفولت فاليو، المفروض اصلا البيوي عطياله ديفولت فاليو المفروض، بس اتوقع ما دام المشكله دي حصلت يبقى عشان احنا ما استخدمناش البيوي في الانسرت. المفروض احنا دلوقتي نعطي للديت نعطي له احنا ديفولت فاليو اللي هو التاريخ الحالي. الفيلد اسمه ايه؟ اسمه ديت. طيب تعالى اهو بعد الـ بعد الناشونال اي دي تعالى نضيف الديت. تمام، واجي هنا بعد الناشونال اي دي واقوم قايل للديت. تمام، واجي هنا اعرف الديت ده كمتغير هنا واقوم قايل الديت هيساوي ديت تايم دوت ديت تايم دوت ناو. طب دي محتاجين نعمل لها امبورت
محتاجين فوق اهو، هم قايلين امبورت ديت تايم بس كده. تعال ننزل تحت بس. المفروض دلوقتي احنا خلاص ضفنا التاريخ اللي هو الديت. طيب ده الوقت الحالي اللي احنا ضفنا فيه. ماشي، السيتنجز محمود دوت كوم الفون ناشونال اي دي بريورتي الباسورد اد امبلوي. مشكلة حصلت نوت اول ستر. احنا ضفنا الديت ونسينا نضيف له هنا علامة فورمات سترينج. ماشي، ترى برضو نروح ونضيف الداتا. محمود فكرة بقى انك مثلا حاجة زي الايميل مثلا، احنا كده كده بنكتب اي ايميل، لو يعني انت ما كتبتش @gmail.com برضه البرنامج هيقبله منك. لو انت بقى عايز تحط فاليديتور ان الايميل فعلا يكون ايميل، وقتها تقدر تكتب فانكشن بتفاليديت ان ده ايميل وتربطها عليه. طبعا انا ما حطيناش اي حاجه تتم، بس اظن ان هو كده ضاف. فتعالى كده نروح للداتابيز، احنا كنا عارضين اول 1000 كان فاضي، تعالى نعرض اول 1000 تاني. ضاف اهو، ضاف ال الديت اهو بتاع النهارده، ضيف ديت تايم كمان، ضاف التاريخ بالوقت والناشونال اي دي والبرانش خد 0 لان هو اسكندريه رقم 0، وضاف كل حاجه زي ما احنا عاوزين. طيب كده خلاص بقينا بنعرف نضيف ديت. حلو. طيب محتاجين نعمل ايه تاني؟ بقيت انا عندي بقدر اضيف امبلوي. عايزين نشوف ازاي نضيف كتاب ونضيف كلاينت. لسه ايه في السيتنجز؟ احنا الاربعه دول موجودين، الامبلوي بقى موجود لسه الايديت بتاعته، هنسيب الايديت دلوقتي. الاد يوزر بيرميشنز المفروض دلوقتي كل الامبلويز تبقى موجوده هنا، ولا تشيك عليه ضيف بيرميشن، بس احنا قلنا هنسيب دي للاخر لان احنا طبعا لسه كمان ما عملناش التيبل الخاص بالبيرميشنز. طيب والادمن ريبورت برده مش عاوزينها دلوقتي. طيب ده الشغل اليومي محتاجين نشتغل عليه، بس مش دلوقتي لحد ما نضيف بوكس وكده. فانا محتاج اضيف كتاب واضيف كلاينت، وبعد كده ندخل في الايديت والديليت، وبعدين لما ندخل بقى نكمل الحاجات اللي ناقصه. طيب عايز اضيف كتاب، المفروض دلوقتي شو اول بوكس اد نيو بوك، دي الفانكشن اللي هتضيف نيو بوك. فعايز اضيف كتاب جديد، هاجي هنا على التاب الخاصه بكده دي اللي هي الكتاب اد نيو بوك. طيب محتاج اعمل ايه؟ اول حاجه خالص محتاج اخد البتن واروح اربطه بالفانكشن فول السيلف دوت بوش بوتن 10 دوت كوليكت دوت كونكت سيلف دوت اد، وعندي نيو بوك. هي دي الفانكشن. حلو، محتاج اضيف كتاب جديد كالعاده. خالص هروح اخد المعلومات الخاصه بالكتاب اللي هي دي البوك تايتل، فاجي هنا البوك تايتل ايكوال تو السيلف دوت لاند ايديت 3 دوت تكست. حلو، وبعد كده عند الكاتيجوري هاخد الاي دي بتاعتها لان ده كومبو بوكس، فما هي الكاتيجوري ايكوال تو السيلف دوت كومبو بوكس ده دوت كورنت اندكس. عند البرايس، بس الاول قبل البرايس تعال نجيب الديسكريبشن، ده تكست اديت كنا من ديسكريبشن هيساوي السيلف دوت تكست اديت دوت تكست. بعد كده عند البرايس 4 والكود رقم 5، فانا عند البرايس الكود بس رقم 5. حلو، طيب محتاج ايه تاني؟
محتاج الببلشر، لسه ما حلناش مشكلة الببلشر ده. طيب هنشوف اهو دوت كومبو بوكس دوت كورنت اندكس، تمام، وعندي الاوثر يساوي السيلف دوت كومبوكس 5 دوت كورنت اندكس، وعند الستيتس الحالة الخاصة بالكتاب، ودي هنسيبها دلوقتي اما نشوف عايزين نعرضها ازاي. وبعد كده عند البورت اوردر ده ترتيب رقم كام، فالمفروض ده رقم 1. كده المفروض ان انا جبت لحد ما كل الداتا اللي عندي. طيب تعالى بس قبل ما نكمل دول، تعالى نشوف ليه الببلشر والاوثر مش ظاهرين، عشان هي دي select name from the publisher، وبعد كده كنا بنجيبه من fetch all، بنعمل لوب عليهم وبنطبع الببلشر حتى هو طابع هنا هو محمود احمد، والاوثر كذلك، وبنروح نحطه في الكومبو بوكس بتاعه، والببلشر كومبو بوكس 4 والاوثر كومبو بوكس 5. طيب ببلشر كومبو بوكس 4، لكن هو هنا الببلشر هو ده كومبو بوكس 8 ودي كومبو بوكس 5، لكن دي واخده 9. انا مش فاهم ليه ده حصل، المره اللي فاتت كانوا ظاهرين 8 و9 فعلا. ورحنا كده للبوكس اد نيو بوك، هتلاقوا الببلشر جاهزين والاوثر جاهزين، ماشي هي كده اشتغلت. طيب تعالى نرجع تاني للاد بوك بتاعتنا. كده انا جبت كل الداتا اللي عندي بتاع البوك دلوقتي، ولسه ما عملناش الستيتس. طيب ايه الحالات بتاع الكتاب عندنا؟ كده كده احنا في الداتابيز ستراكشر كنا حاطينها النيو واليوزد والدامج. طيب اعمل ايه؟ هاجي نقفل الكوم بوكس بتاع الستيتس واعمل له اديت ايتمز واضيف له 3 النيو واليوزد دامج. بس تمام، فبيبقى فيه 3 ايتمز. طيب قبل ما انسى تعال نروح للاد امبلوي اللي موجوده في السيتنجز، ونخلي ونخلي دول باسوردز لان هم كانوا بيظهروا. لو تفتكر كنا لما نيجي نضيف فيهم داتا الباسورد بتاع العميل كان بيظهر، فانا عايز الايكو مود بدل نورمال اخليه باسورد، ودي كمان الايكو مود بدل نورمال اخليه باسورد. بس كده سيف. طيب تعال نروح عايزين نجيب الستيتس، فهتبقى برضه سيلف دوت كومبو بوكس دوت كورنت اندكس، هتجيب لي الاندكس الحالي اللي موجود للي عندي. كده خلاص جبت كل الداتا اللي عندي، عايز اعمل بيه، عايز اروح اضيفها في الداتابيس. ضيفهم فين؟ في الكتاب، في التيبل الخاص بالبوكس، فهو ده نزل اول 1000. مفيش طبعا عندي ولا بوك. طيب تعالى يلا انا بين السيلف دوت كير دوت اكسكيوت، حط ثلاثة سنجل كود بتوعك وتقوم قايل انسرت انتو وت اسم التيبل، وتقوم فاتح الأعمدة بتاعتك تضيف له بقى اسم الأعمدة اللي موجود عندي ايه؟ عند التايتل والديسكريبشن والكاتيجوري اي دي. تايتل ديسكريبشن، لحظة جم كلهم كابيتال، تايتل والديسكريبشن الكاتيجوري اي دي، تمام، عند التايتل والديسكريبشن والكاتيجوري اي دي، وعند الكود والباركود. نسينا الباركود ده، الباركود ده طب هو ايه الفرق بين الكود والباركود؟ مش فاهم يعني، ليه كده ترد عليا على ما انا اكمل الباقي؟
عند البورت الكود والبريس الكود والبورت اوردر بورت البريس والببلشر والاوثر والايمج بريس والببلشر والاوثر الايمج هنسيبها دلوقتي زي ما احنا قلنا والستيتس والديت وتعالى كده نجيب الديت من تحت والامبلويي اللي هو ديت تايم دوت ديت تايم دوت ناو زي ما احنا ضايفينها قبل كده ده الديت حد كده يقول لي ايه الفرق بين بين الكود والباركود عشان بس نشوف هنعملهم ازاي طب دلوقتي انا خدت كام معلومه 10 معلومات تمام ودول برضو 10 طيب باجي هنا ومايد الفاليوز وهم فاتح بقى وهم حاطط في المية اس في المية اس ده اللي هو الفورمات سترينج دول كده 10 وهم حاطط بقى المعلومات دي اول حاجة البوك تايتل وبعد كده مفروض في الديسكريبشن مفيش ها يبقى بعد البوك تايتل في الديسكريبشن بعد كده الكاتيجوري دي فيبقى الكاتيجوري بعد الكاتيجوري في الكود فيبقى في الكود بعد الكود في البورت اوردر وبعد كده في البرايس بعد البرايس في الببلشر وبعد كده الاوثر وبعد كده الستيتس وبعد كده الديت بس كده استخدمناهم كلهم هو ايه الفرق يا جماعه بين الكود والباركود ما بتردوش عليا ليه انت اللي كنت طالبين نضيف باركود كنت عايز اعرف ايه الفرق بين الاثنين طب وده احنا هنضيفه في الداتابيز ازاي مش ده المفروض بيبقى مطبوع على المنتج وليه يعني لما احنا يعني احنا لو هنضيف باركود ليه هنضيف كود يعني طب يعني احنا دلوقتي انا فاهم يعني طب احنا دلوقتي هنشتغل بالكود ولا بالباركود طيب يعني انا دلوقتي اعمل لهم مكان هما الاثنين في الداتابيز يعني انا فاهم انا اقصد دلوقتي يا احنا الكونتين دول هتسيبوا في الداتابيز تمام طيب انا عندي هنا في الداتابيز مكان للكود ومكان للباركود فانا هاجي هنا بعد الكود اضيف كمان فيلد اسميه باركود تمام وهاجي هنا ازود له قيمه تمام والمفروض هنا ان احنا بعد الكود يبقى في هنا باركود طيب الباركود ده المفروض هيبقى هنا فمحتاجين احنا نجيبه من الديزاين
يعني انت مش في مكان هنا خاص بالباركود. طيب هنعمل ايه؟ انا كده كده عندي الكود اهو، هنسخهم ننزل تحت كده واجيب اتنين تانيين هنا واسمي ده بار كود وده لاين اديت 50 واسيف. طيب السيلف دوت لاين اديت 50 دوت تكست. طيب انا دلوقتي عندي كام معلومة؟ 11 تمام. كده مظبوطين. طيب تعالى كده نضيف كتاب، بس خلينا نعمل كوميت بعد ما نخلص self.db.commit، وعايزين نطبع رسالة ما نعملش زي المرة اللي فاتت ونقول مثلا done. تعالى كده نرن، بس هو الفانكشن مربوطة ولا ايه؟ اه مربوطة. طيب تعالى نرن. عنده راح البوكس ودوت اد نيو بوك، هكتب اسم الكتاب وليكن مثلا ترافل مثلا، اي كتاب description this is the travel book. الكاتيجوري ممكن نقول دراما مثلا، البرايس 50، الكود الباركود اي قيمة، بعد كده الببلشر ونسيب كل دول والستاتس بتاعه نيو، والبارت اوردر ده رقم 1، ونضغط اد بوك. حصل ايرور، كيو تكست اوبجكت هاز نو اتريبيوت تكست. تمام زي ما توقع، احنا دايما كنا بنتعامل مع اللاين اديت وبنجيب التكست عادة بالميثود اللي اسمها اديت، لكن الديسكربشن ده تكست اديت، الفانكشن بتاعته تقريبا اسمها بلين تكست، بس خلينا كده تسيرش عليها عشان نبقى متاكدين. شوف بقى نسيرش عليها ازاي. نفتح جوجل عادي ونكتب get q text edit text by qt. هنشوف اهو top lane text زي ما انا قلت، بس انا قلتها plain text. طيب تعالى ناخدها، وبعد كده هنيجي description نشيل dot text ونحط dot top lane text. بس تعالى نرن، نجيب البوكس add new book زي ما هو، هنسميه travel this is a travel book، بعد كده هو دراما price $50، الكود باركود كل حاجة زي ما هي، والباركود ده رقم 1، ونضغط add book نفس المشكلة unknown colon publisher in filled list. مش عارف حاجة اسمها publisher لأن هي publisher underscore id، ماشي underscore id، وكذلك الأوثر هو برضو underscore، لأ لحظة مش هنا فوق هنا publisher underscore id، ده اسم الكولوم اسم العمود، وده برضو author underscore id. طيب هنرن تاني، نروح للبوكس add new book ونسميه travel، وهو دراما برايس $50، الكود الباركود بارت اوردر 1 this is a travel book add book. في المشكلة cannot add or update a child row foreign key constraint field. ايه المشكلة؟ طب ما احنا كده كده ضايفين اندكس. طيب تعالى كده لحظة، تعالى كده نعمل الترو للتيبل ده، المفروض الببلشر انت اوف 11 والاوثر. طيب هو هنا محتاج فورين كي، طب ما هو كده كده
publisher dot current index مفروض تشتغل. تعالى كده نفتح الداتابيز، وتعالى كده نعمل edit لده. نخليه انت بقى كده نعمل apply. طيب تعالى كده نجرب تاني. travel netbook نفس ال error. تمام. foreign key constraint fields lb books constraint books dot foreign key publisher id references publisher. من الواضح كده ان اي حاجة ايوه الاضافة من سي اس في كل حاجة، بس احنا بنخلص جزء جزء دلوقتي. بناخد الاول الاد، وبعد كده نعمل الاديت والديليت، وبعد كده نشوف ازاي نمبورت ونكسبورت وكده، يعني ده عادي. ما احنا كده كده اصلا في الديزاين عاملين امبورت اول بوكس اهي، في امبورت واكسبورت، يعني الباتنز موجودة. واضح كده ان الريليشنز هتعمل لنا مشكله مع ان احنا نضيف من هنا، لان احنا لو عايزين نضيف بالريليشنز بتاعته هنضطر نستخدم الكوماندز بتاعته، مش هنكتب جمل عاديه زي ما احنا كاتبين انسيرت وابديت وكده. فده يخلينا غصب عننا اي حاجه ريليشن هنضطر احنا نكسرها ونعمل احنا بالكود. طيب ده يخلينا نروح هنا ونجيب الريليشنز ونحولها لكود. طيب لحظة واحدة، والفكرة ان الايرور حصل في الببلشر مع ان في كاتيجري فوق وشغالة. طيب خلينا كده نبص بصة تاني عشان يمكن نكتشف اي حاجة. تعالى كده نعمل print وعايز اطبع الكاتيجري والببلشر والاوثر، وعاوز ابدل دول مع بعض. تمام. وتعالى كده نرن، عايزين بس نشوف المشكلة في الببلشر ولا في ايه بالظبط. الكتاب اسمه travel، انا الدراما 50، الكود وبعد كده البورت اوردر 1 وتست. ودلوقتي اضغط اد، المشكلة عنده في الببلشر والاوثر.
مشكلة حاصلة في البابلشر بس، يعني الأوثر ما عملتش مشكلة. طيب تعالى كده نروح للدي بي ستراكشر ونبص على الاتنين دول، هو نفس ال يعني البابلشر والأوثر هي نفس ال نفس الشغل بالظبط، الموديل وبعد كده حطينا الباك ريفرنس وحطينا نفس كل حاجة بالظبط زي الكاتيجوري. وهنا في الداتابيز لو جينا نعمل التر للتيبل تلاقيهم كلهم واحد، يعني الكاتيجوري انت 11، الببلشر انت 11، والاوثر انت 11، وكلهم زي بعض. طيب هنا في الكود الببلشر سيلف دوت كومبو بوكس دوت كرنت اندكس المفروض ان هي اتطبعت هنا، طبعه واحد ده اللي هو الكاتيجوري، والببلشر صفر، والاوثر صفر. طيب طب تعالى كده نشيل البابلشر دي، تعالى نسيب نعمله دوبليكيت ونعمل كومنت فيهم دول اصلي، وتعالى نخليه ياخد الاي دي بتاعه من الاوثر، يبقى هم ونشوف هيضيف ولا مش هيضيف. تعالى كده نرن، نروح هنا على البوكس اد بوك اول ترافل دراما 50 اي كود اي باركود بارت اوردر 1 بكتب انا تست اد بوك حصل ايرور، الببلشر اي دي ريفرنسز ببلشر. يعني تبقى كده يعني ولا ايه؟ طب خلينا نجرب، صراحة غريب شوية أنا travel drama unknown column publisher and fill the list. طيب ما احنا لو عملناها publisher هي اسمها هنا ايه في الداتابيز؟ لحظة اسمها ببلشر، تعال ناخدها من هنا كوبي كده فيها مشكلة، وتعالى كده نرن نعمل اد بوك اشتغل بس عمل مشكلة في الكاتيجوري، يعني عدى الببلشر وعمل مشكلة في الكاتيجوري. واضح كده ان احنا كاتبينهم غلط ولا ايه؟ مش عارف، بس خلينا ناخدهم كلهم من هنا، وبعد كده ناخد author id وتعالى نرن. مودين اد بوك ايرور، بقى دلوقتي عامل المشكلة في الكاتيجوري. طيب
انا هحط دول كلهم بواحد، الكاتيجوري والبابلشر وكمان الاوثر. تمام، ما نشوف هيضيف ولا مش هيضيف. بس استنى لحظة، هو ال ده بصفر لأن مفيش غير بابلشر واحد، وده بصفر عشان اوثر مفيش غير واحد برضه. نضيف ونروح هنا في البوكس اد نيو بوك ونسمي ده ترافل ونعدد 30 الكود بارت اوردر 1 ودي تيست اد بوك نفس المشكلة. فورين كي بابلشر اي دي ريفرنسز بابلشر اي دي. طيب خلينا كده نعمل حاجة، هناخد الاسم ده كاتيجري اي دي وهاجي اضيف هنا كاتيجري اي دي واخليه انتجر، واخد ده بابلشر اي دي واجي اضيف هنا بابلشر اي دي واخليه انتجر، وكمان اضيف اوثر اي دي واخليه انتجر. حلو، وبعد كده اجي على ده امسحه وهاجي على البابلشر امسحه وهاجي على الاوثر امسحه واسيب دول، بعد كده اعمل ابلاي ابلاي اوكي. تمام، وبعدين ارن تاني. اد بوك اعمل ترافل اد بوك كده اشتغل، قال لك 100 دون. طب المشكله دلوقتي هتبقى موجوده عشان خاطر الريليشن، زي ما انا قلت كده الريليشن دلوقتي هتعمل لنا مشكله علشان خاطر حاجه واحده، ان احنا كريتنا الداتابيز بالبيوي عن طريق الكود ده، لكن ما استخدمناش البيوي عشان نضيف ونسترجع من الداتابيز. لو احنا كنا استخدمناه عشان نضيف ونسترجع كانت الريليشنز بقت بنستخدمها عادي، لكن احنا دلوقتي هنضطر الريليشنز اللي عندنا نقلبها فورن كي عادي بحساب ان هي ما تعملش معانا مشكله. طيب دلوقتي ان هو كده ضاف كتاب، تعالى كده نروح للداتابيز ونحاول كده نسترجع، نلاقي في كتاب موجود اهو بالكود والباركود بتاع كل حاجه، ومضيف الديت والكاتيجوري والبابلشر وكل شيء. طيب اجي نضيف دول، امسح دول وامسح دول وامسح دول، وبعد كده اشغل انا الكومبو بوكس وهيشتغل برضو عادي. تمام، وامسح انا البرنت دي. تمام، طيب دلوقتي كده خلاص ده اشتغل. عايزين نشوف ازاي اقدر اضيف انا كلاينت، يعني دلوقتي البوكس بعرف اضيف كتاب، محتاج ان انا اشوف ازاي اقدر اضيف كلاينت. طيب طب لحد دلوقتي في اي مشكله؟ الدنيا تمام مع الناس؟ طب تمام، طيب عايز دلوقتي اضيف كلاينت، فاروح للكلاينتس واجيب اد كلاينت. اد كلاينت الامور بسيطه، هما كام فيلد هاخدهم، النيم والميل والفون والناشونال. فاروح للاد كلاينت، هم ايه؟ الكلاينت نيم، الكلاينت فون، وبعد كده في الميل والناشونال اي دي. الكلاينت نيم لاين ايديت 12، فمال السيلف دوت لاين ايديت 12 دوت تكست، عندي بعد كده الكلاينت ميل
self.lineEdit13 بالتكست، عندي بعد كده client phone 14 بالتكست، وبعد كده national id 15 بالتكست. عايز اربط الفانكشن دي بالبوتون بتاعي، فالبوش بوتون اسمه بوش بوتون 15، فهطلع فوق هنا وميل السيلف دوت بوش بوتون 15 دوت كليكت دوت كونكت سيلف دوت اد، وهضيف ايه؟ هضيف كلاينت، نيو كلاينت. حلو. وبعد كده هاجي على اد نيو كلاينت هنا وجينا وميل السيلف دوت كيرسر دوت اكسكيوت، وبعد كده هحط 3 سنجل كود بتوعي ومنازل، واميل له انسرت انتو، وبعد كده اميل هنا الفاليوز، وبعد كده اقوم حاطط القيم بتاعتي بس نفس الشكل كده. طب ايه الجدول بتاعي؟ الجدول بتاعي اسمه كلاينتس. تعالى كده نجيب اول 1000 من كلاينتس، عندي ال كلاينتس. طيب اقوم اللي انسيرت انت كلاينتس، النيم والايميل والفون والناشونال اي دي والديت. طيب الديت هيساوي ديت تايم دوت ديت تايم دوت ناو بس. طب كم قيمة دول؟ دول 5. اجين في الميس، وبعد كده اقوم حاطط القيم اللي هتعوض عليه، دي الكلاينت نيم ودي الكلاينت ايميل، وبعد كده الكلاينت لازم انت تجيبهم بالترتيب، فون، وبعد كده الكلاينت ناشونال اي دي، وبعد كده الديت. بس كده يبقى احنا جبناهم. عايزين ايه تاني؟ عايز نعمل كوميت سيلف دوت دي بي دوت كوميت. طيب المفروض دلوقتي اد نيو كلاينت تشتغل، هنروح عند الكلاينتس اد نيو كلاينت، هكتب اسم الكلاينت ايه؟ مثلا محمود روف، اكتب الميل محمود 19 @gmail.com، الفون اي رقم فون، الكلاينت انترناشونال اي دي، اي شويه ارقام. تمام. عاملين اي جمله برنت؟ للاسف مش عاملين. طيب اد كلاينت، تمام حصل ايرور. بقول لك انهم كولوم ايميل، تقريبا احنا كاتبينه ميل بس ميل. طيب مفيش حاجه اسمها ايميل تبقى ميل. وعايزين نعمل جمله برنت ونكتب دون. كده كده احنا جمله البرنت ده هنغيرها بعد كده بحاجه احنا كنا قلنا عليها بس نسينا نعملها، اسمها ستاتس بار. نضيف بس الكلاينت ونشوفها. هنضيف محمود رؤوف، محمود 19 @gmail.com، التليفون اي رقم، والناشونال اي دي اي رقم. اد كلاينت، جالي دن. خلاص الكلاينت ده اتضاف. طيب لو انا جيت للداتابيز، انا كنت عامل السراد لاول 1000 ما لقيتش، اعمل كليك يمين شو اول 1000، هلاقي محمود رؤوف اتضاف اهو بالديت والتاريخ وكل حاجه اتضافت. تمام كده كويس جدا. طيب دلوقتي بقى فيه بيضيف، تعال نرن الكود كده ونشوف ايه اللي شغال دلوقتي. عند دلوقتي بقى في عندي في البوكس بعرف اضيف كتب عادي. تمام. طيب عندي في كلاينتس، في كلاينتس بعرف اضيف كلاينت عندي، وعندي في السيتنجز بقيت بعرف اضيف كل دول، وبعرف اضيف امبلوي عادي. طب ايه اللي انا محتاج اعمله؟ محتاج اروح للبوكس، اول تاب عندي بتعرض كل الكتب، فانا محتاج اعرض كل الكتب اللي موجوده دي. يعني انا اروح اجيب كل الكتب اللي في الداتابيز وعاوز اعرضها هنا. يعني انا يبقى عندي الكود لسه ما عملناش دي، عاوزين نعملها، والبوك كاتيجوري والبوك اوثر والبوك بابلشر او البوك برايس. عاوز ارجع كل الكتب من الداتابيز واعرضها في التيبل ده.
طيب انا اعملها ازاي؟ تعال روح الاول شو اول بوكس، هي دي المفروض الفانكشن دي لما انا بفتح التاب هي بتتنفذ، يعني انا مستناش ان انا استدعيها، فانا عايزين نشوف ازاي نخليها تبدأ اول ما انا افتح التاب. هنشوفها ما تقلقش. عايز بقى اشوف ازاي اعرضهم. لحظة واحدة، تعال نروح هنا التابة الخاصة بالبوكس اهي، هنا اول بوكس. المفروض دلوقتي اول ما افتح التابة دي كل الكتب اللي عندي تتعرض، تمام كويس. وبعد كده لو انا عملت فلتر على اللي موجودين دول افلتر عليهم عادي، انا طبقت فلتر يتفلتر عادي ويظهر لي. عايزين نعمل دي. طيب تعالى كده للديزاين، ده تيبل ويدجت. طيب تعالى ناخد اسمها، حلو. وتعالى هنا في الشو البوكس، اول حاجه خالص اروح للتيبل ويدجت دي عشان اظهر معلومه فيها، يعني عشان اشوف معلومه ظاهره هنا لازم اضيف صف اللي هو بالعرض. فمايل السيلف دوت التيبل ويدجت بتاعتي دوت انسرت رو، روح اضيف له رو في الاندكس رقم صفر، يعني روح اضيف له دلوقتي رو فاضي. حلو كده؟ حلو. وبعدين عاوز ارجع كل الكتب اللي موجوده في الداتابيز، فمايل سيلف دوت كيرسر دوت اكسكيوت، وحط ثلاث سنجل كود بتوعي. وتعالى هنا هنعمل ايه؟ هنعمل جمله سيلكت ونرجع المعلومات اللي احنا عاوزينها. طيب هو مايل نو سيلكت، وبعد كده مايل فروم، حلو، ومنه سيلكت. هعمل سيلكت لايه؟ اقول لك تعالى هنا في الديزاين انت هتعرض ايه؟ الكود والتايتل والكاتيجوري والاوثر والبرايس. يبقى احنا عاوزين الكود، يبقى انا سيلكت وماله نازل واحده، تمام مش شغال اهو، مانو شغال يتحرك ليه؟ هسلكت الكود، وبعد الكود عندي التايتل والكاتيجوري، فهم ايه التايتل، وبعد كده الكاتيجوري اي دي. شوف زي ما احنا هنجيبهم زي ما موجودين هنا. تعال نروح للبوكس الكود اهو والتايتل والكاتيجوري اسمها ايه؟ كاتيجوري اي دي. وبعد كده عندي ايه تاني؟ الاوثر والبرايس، فالاوثر برضو اسمه اوثر اي دي، فانا اهو اوثر اي دي، وبعد كده البرايس. حلو. هتجيب كل دول منين؟ من الجدول اللي اسمه بوكس، بما انه فروم الجدول ده اسمه اصلا ايه؟ اسمه بوكس. طيب حلو كده. حلو. وتعالى ناخد دي داتا راجعه من كويري زي ما احنا اتعلمنا قبل كده، هنحطها في متغير اسمه داتا، ونقول ان السيلف دوت كير دوت فيتش اول. فكده كل الداتا اللي راجعه من الكويري ده هتبقى موجوده عندي في الفيتش اول. حلو. طب تعالى كده نعملها برنت، ونقوم قايلين برنت للداتا. وعاوزين ده يتنفذ اول ما ايه؟ اول ما انا ابدا البرنامج. فعشان هنا ننفذه اهو في الكونستراكتور، بس هنشيله بعدين. نقول ان السيلف دوت شو دوت شو اول بوكس. حلو. تعالى كده نرن، المفروض يطبع لي كل الكتب. مون رن كيوتبل ويدجت اوبجكت هاز نو اتريبيوت انسيرت رو، مفيش حاجه في التيبل ويدجت دي اسمها انسيرت رو. طب تعالى كده نرجع، انسيرت في تي ناقصه. طيب تعالى نرن كده اشتغل. طيب ايه اللي حصل؟ جاب لي كتاب اهو، الكود بتاعه 244، الكتاب اسمه ترافل، الكاتيجوري بتاعته رقم صفر، الاوثر اي دي صفر، السعر ديسيمال، والسعر اهو 34 وشويه بس، دول اللي ظاهرين. حلو. حلو. طيب الداتا خلاص رجعت عندي في الفيتش اول. تعال نشيل بقى البرنت،
عايز اعرف الداتا دي بقى فين؟ في التيبل ده اللي هو التيبل ويدجت. فهم انا جاي هنا، ركز بقى معايا، هما الفور لكل صف. كلمة فورم، فورم ده متغير من عند عادي، أي متغير. وكده إن إنومريت، إيه إنومريت دي؟ هقول لك أهون، هي حاجة كويسة جدا. إنومريت في إيه؟ وفي الداتا. بص كده، زمان لما كنا بنعوز نلوب فوق داتا، نعمل لوب في داتا، كنا بنعمل لوب عادي، مثلا فور إكس إن رينج كذا، ويعمل لك لوب على الأرقام مثلا في الرينج 10، فيعمل لك لوب من رينج 0 ل 10. طب لو أنا عاوز أعرف أنا في اللفة كام؟ مش هتعرف. يعني دلوقتي لو بتلوب على كلمه ويلكم وتطبع حروف، لو انت عايز تعرف انت لفيت كام لفه على الكلمه مش هتعرف. دي فايده بقى الانيميريت، ان وهي بتلف بتبقى عارفه هي في اللفه كام. فهي دلوقتي لما تيجي، هي دلوقتي بتلوب على الداتا، بس القيمه بتاعت الداتا، يعني مثلا زمان لو انا بلوب على بايثون، فقمت قايل فور اكس او رو وفورم ان بايثون، فالفورم دي هي اللي هتساوي الحروف، هي اللي هتساوي البي والواي والتي والاتش وكده في كل لفه، لكن الرو ده رقم كل لفه، اللفه الاولى، اللفه الثانيه، اللفه الثالثه، اللفه الرابعه، وهكذا. طيب انا عاوز نشوف مثال، اقول لك تعال قول فور لكل رو وفورم ان انومريت، او تعال اقول لك تعال نطبق على المثال مره واحده وهي كده كده هتوضح. طيب عايز اعمل ايه تاني؟ عايز انا دلوقتي عشان اضيف في الجدول، لو انا عاوز اضيف داتا في الجدول دي، ايه اللي انا محتاج اعرفه؟ محتاج اعرف هي هتروح في الخانه انهي واضيفها. طب الخانات دي موجوده ازاي؟ موجوده صفوف واعمده، عمود خاص بالكود، عمود خاص بالتايتل، عمود خاص بكذا، عمود خاص بكذا، والصفوف اللي هي عدد البوكس. فانا دلوقتي لفيت على الصفوف بس عاوز الف على الاعمده. كل فور لكل كولوم اللي هو كول، خلينا نختصر عشان تبقى واضحه، اللي هي للكولوم والايتم، ده بقى القيمه بتاعتي اللي موجودين فين في الانوميريت، القيمه اللي راجعه. طب القيمه اللي راجعه هي الرو ولا الفورم؟ لا هي الفورم، احنا قلنا الرو هو رقم اللفه. طيب هعمل ايه بقى؟ هروح اضيف الداتا دي، اقوم سيلف دوت تيبل ويدجت 2، حلو، دوت اقوم قايل سيت ايتم، استنى الاي كابيتال، وبعد كده اقوم اروح ضيف للايتم ده في الرو اللي انا جاي لك من فوق، وفي الكول والكولوم اللي جاي لك من فوق، وبعد كده خد القيمه. القيمه ده عشان تتضاف لازم يكون نوعها كيو تيبل ويدجت ايتم، فهم قايل كيو تيبل ويدجت ايتم، وهم رايح هم محولها كمان لسترينج، وهم واخد القيمه اللي هي كلمه ايتم دي، القيمه اللي راجعه عندي. ليه؟ لان الكولوم هي اللفه. طب انا خلاص كده ضفت واحد، عاوز اعمل ايه؟ عاوز ازود عدد الكولومز 1، فهم قايل الكول بلس بتساوي 1. بس كده هقول لك لا، هي مش بس كده، بس تعال الاول نشوف هل تشتغل ولا لا. فانا اجي الرن، لو رحت للبوكس، ايوه رجعت اول كتاب اهو، رجع لي ده اول كتاب، حتى وطبع لنا رقم 1 ترقيمه، ده البوك كود، واعرف اديت عليه اهو، البوك تايتل، البوك كاتيجوري، البوك اوثر، والبوك برايس، رجعهم لي. طب دلوقتي لو احنا رحنا ضفنا كتاب تاني هل هيضيفه؟ اقول لك لا، وخد بالك في بروجريس بره لو هي كبرت. تعالى كده قوم رايحين اد نيو بوك، وقوم رايح قوم ضيف بوك تي بوك تاني، وقوم سيب مثلا ايه اسميه مثلا جيمنج، انا ما اعرفش اسماء كتب للاسف، واقول ان هو ده مثلا ساينس فيكشن، والبرايس بتاعه 60، والكود اي حاجه، والباركود اي حاجه، وبعد كده البارت اوردر رقم 1، واقوم قايل جيمنج بوك، واقوم قايل اد بوك. تمام كده المفروض الكتاب ده اتضاف. لو رحت عرض الكتب ده في عندي كتابين. طيب تعال نقفل ونفتح تاني عشان احنا لازم لحد الان ما ينفعش تلود غير الاول ما نفتح. لو رحت كده للبوكس هلاقي كتاب واحد برضو. طب فين الكتاب التاني؟ اقول لك لا، هو دلوقتي اللوب اللي احنا عملناه ده يلوب لفه واحده. طب لو انت عاوز يلوب على كل اللي موجود في الداتا بيز، اقول لك في جزء ناقص. ايه الجزء الناقص؟ هتدخل على اللوب اللي جوه اللي هي بتلف على كل صف، عايزه بقى تخليها تكمل. طب انت عشان تكمل لازم انت تعرف انت واقف في الصف نو، عشان قبل كل صف تروح تضيف صف جديد. يعني انا في التيبل ده
عشان اضيف داتا هنا لازم اضيف صف، ولما اخلص الداتا اللي جواه اروح اضيف صف جديد فاضي، وبعد كده اروح اضيف داتا جواه. فانا محتاج اعرف انا واقف فين، فاهم ايه للرو بوزيشن، انا عاوز اعرف انا واقف فين، فاحسن بحطه في متغير اسمه رو بوزيشن. فاهم ايه للسيلف للتيبل ويدجت 2 ليه التيبل ويدجت بتاعتي دوت رو كاونت عشان تقول لي انا واقف فين، دي تجيب لي انا واقف فين. عاوز اعمل ايه بقى؟ عاوز اروح انسرت رو في المكان الجديد. هم واخد نفس السطر ده السيلف اللي بتبت انسرت رو، بس المره دي مش في الصفر، المره دي في الرو بوزيشن. فهو يروح يضيف لك صف جديد تعرف تضيف فيه الداتا. طب تعالى كده نرن. لو رحت دلوقتي للبوكس تلاقي كتابين موجودين اهو، وحتى هو بعد ما خلص ده في صف الثالث، لان هو بعد ما بيخلص بيروح يضيف صف في دول، فضاف لك صف اهو. فكده خلاص عرض الكتب اللي عند كل كتاب بالكود بتاعه بالتايتل بالكاتيجوري كل حاجه. تقول لي بس الكاتيجوري دي مش واضحه والبوك اوثر مش واضح، ايه الصفر والواحد والحاجات دي؟ اقول لك ما تقلقش، كل ده انا هندله بعدين. حتى البرايس العلامات العشريه الكتير دي مش حلوه، فانا هندلها. بس حاليا بقينا بنعرف على الاقل نريتريف كل الكتب منين؟ من الداتابيس. حلو؟ طيب عايز اعمل ايه؟ عاوز نفس اللي انا عملته ده اروح اتبعه للكلاينتس، عاوز اعرض كل الكلاينتس. حلو؟ فاجي هنا ده شو اول بوكس، هروح لشو اول كلاينتس اهو اول كلاينتس. انا عندي التيبل ويدجت بتاعته هي تيبل ويدجت 3. طيب هتعمل ايه؟ اقول لك تعالى شو اول بوكس ده الكود بتاعها، اقول لك تعالى خده كله كوبي، احنا كده كده عاملينه قبل كده، واروح للشو اول كلاينتس وشيل ده واحط ده. حلو حلو. طب ايه الاختلاف اللي هيتم؟ اول حاجه خالص انا بضيف على رقم 3 في اي 2 عندي هليبل 3. متقلقش انا هرجع لك على الكود ده دلوقتي عشان يوضح. وبعدين محتاج اروح اريتريف بقى من الكلاينتس واحط المعلومات بتاعتي. فهم جايين اهو الجدول اسمه كلاينتس، الجدول اسمه كلاينتس، وعندي النيم والميل والفون والديت والناشونال اي دي. يبقى الجدول اسمه كلاينتس فروم كلاينتس. طيب انا في الفرونت هعرض ايه؟ هعرض النيم والميل والفون والناشونال والجوين ديت. طب كويس، يبقى انا هعرض النيم وبعد كده الميل وبعد كده الفون وبعد كده ميل والفون والناشونال اي دي والجوين ديت. طيب الناشونال ده اسمه ايه هنا؟ اسمه ناشونال اندرسكور اي دي. طيب والناشونال اندرسكور اي دي، وبعد كده الديت الديت بتاع الجوين. بس كده او بس كده، بس انا محتاج استدعيها فوق في الكونستراكتور عشان خاطر تتنفذ. فمان اهو سيلف دوت شو اول كلاينتس. بس تعالى كده نرن. لو رحت دلوقتي الكلاينتس هلاقي العميل، انا طبعا ما عنديش غير عميل واحد زي ما احنا عارفين، ده اللي ظهر اهو، ظهر عندي في البرنامج اهو. طبعا ما تقلقش احنا السيشن الجايه هظبط لك حته كويسه جدا. اللي هو دلوقتي ايه؟ دلوقتي لما انا رحت هنا عملت قايل اد كلاينت ورحت ضفته ورحت هنا اول كلاينتس مش هلاقيه. انا عاوز وقت ما افتح التابه ده يروح يلود لي الداتا الجديده، مجرد ما افتح التابه يروح يلود لي الداتا الجديده. فاروح اضيف كلاينت هنا واجي اروح الاقي ده تعرضه. انا ممكن اعملها بطريقه اسهل، ان انا بعد ما يضيف الكلاينت روح يتابع الفانكشن دي وهتعمل لك نفس الفكره، بس احنا هنشوفها باكتر من شكل عادي. يعني احنا دلوقتي لو عاوز اول ما انا اضيف كلاينت يروح يظهر الكلاينتس اللي موجوده، اقول لك تعالى فين اللي بياد بوك؟ اد نيو بوك. بعد ما تخلص نوب بتطبع وبتعمل كوميت، اعمل لك السيلف دوت شو اول بوكس وتروح للكلاينتس. ده اللي بياد نيو كلاينت؟ اه. طب بعد ما بيعمل كوميت يعمل سيلف دوت شو اول كلاينتس. دلوقتي وقت ما تضيف بوك هتروح على طول تلاقيه موجود. طب ما تيجي نجرب، اقول لك تعال نروح للبوكس، انا موجود عندي كتابين بس. طب تعال نعمل نيو بوك وهنسميه ايه؟ هنسميه كودينج. وده طبع ايه؟ طبعا مثلا وليكن اي حاجه هورر مثلا، ونعمل برايس 100، ونعمل اي كود واي بار كود، ونعمل بيرت اوردر 1. حلو. والستيتس ده يوزد، ونعمل كودينج بوك.
فانت هتضغط اد بوك، فكده الكتاب اتضاف. لو رحت الاول بوكس لقيته كودنج وضاف. لو لاحظت هتلاقيه ضاف اعمده كتير فاضيه، دي مشكله من المشاكل اللي بتظهر، بس ما تقلقش هنهندلها. كل الحاجات اللي موجوده هنهندلها كده كده. ده الشكل الاولاني لعرض الداتا. فدلوقتي لو رحت ضفت كتاب او ضفت كلاينت هيتعرض. طب تعالى كده نراجع الكود بتاعها قبل ما نشوف اسئله. كل الفكره في ايه؟ كل الفكره ان انا عندي تيبل، التيبل ده مكون من صفوف واعمده. انا عاوز لما اجي اضيف الداتا اروح اول حاجه خالص اروح ارجع كل الداتا من الداتابيس، على بس على حسب زي ما انا عاوز. فانا ارجع الميل والفون والناشونال اي دي والديت منين؟ من تيبل الكلاينتس. وبعد كده اروح اضيف صف في التيبل بتاعي، يبقى صف فاضي. ما دام ضفت صف فاضي اروح بقى اعمل ايه؟ هقوم رايح اضيف داتا. يعني انا خلاص ضفت صف فاضي اروح اضيف داتا في الصف ده، لما اخلصه للاخر اقوم راح اعمل ايه؟ اقوم راح اضيف صف جديد واجيب داتا وهكذا. فبقول له المتغير ده هو هيجيب كل الداتا اللي جايه راجعه من الداتابيس. هعمل لوب، لوب عادي خالص زي اللوب اللي احنا بنعمله، بس كل الفكره ان انا هنا عشان الوب محتاج اكون اعرف انا بلوب وبلوب في اللفه دي. طب ليه يهمني اللفه دي؟ عشان خاطر انا بتعامل مع صفوف واعمده، فعاوز اعرف انا في الصف نو او في العمود نو. بقول له كله رو وفورم. طيب تعالى اعمل لك كومنت هنا. الرو ده اللي هو الرقم، ده الرقم بتاع اللفه الاتريشن، ده اللي هو الرو. لكن الفورم هيساوي الداتا، الداتا ذات نفسها بتاع اللوب اللي انا بلوب عليه. طيب والكولوم ده برضو اللفه الرقم بتاع اللفه اللي هنا. طب والايتم هي الداتا اللي انا عاوزها. وبعد كده بروح اضيف اقوم قايل السيلف دوت تيبل ويدجت بتاع دوت سيت ايتم، روح حط له الايتم في الصف ده والكولوم ده، والايتم هو كيو تيبل ويدجت للسترنج بتاع الايتم اللي جاي ده. وبعد كده اروح زود لي العمود واحد. وبعد ما نخلص، طب ليه بقول له ازود لي العمود واحد؟ عشان انا باجي اضيف انا عندي الصف مليان كده، فهو ضاف الكلاينت نيم يروح بعدها يضيف الكلاينت ميل، يضيف بعدها الكلاينت فون، يضيف بعدها الناشونال وهكذا. تمام. وبعد كده لما بيخلص العمود خالص عايز اقول له ضيف صف جديد، فبقول له الرو بوزيشن، عاوز اعرف انا واقف في الصف نو. وبعدها بروح اقوم قايل له روح استعمل لي انسيرت رو للصف اللي انا واقف فيه او بعد الصف اللي انا واقف فيه. لحد الان في مشكله؟ لحد ما احنا واقفين. تمام كده كويس جدا. طب تعالى كده نرن الكود ونشوف ايه اللي ناقصنا. اول حاجه خالص السيتنجز تعتبر كل الاد، اي اد داتا في البرنامج معانا، اد كاتيجوري اوثر ببلشر برانش اد امبلوي، ده كله معانا. طيب حته ان انا اشوف كل الكتب او اضيف كتاب جديد ده معانا، حته ان انا اشوف كل الكلاينتس او اضيف كلاينت جديد ده برضو معانا. لسه عندي طبعا الداشبورد والهيستوري والريبورتس ما رحناش يمه. فيبقى انا عندي ايه ناقص عندي؟ وده اللي احنا هنشوفه المره الجايه، ان انا بقى افلتر بدول. يبقى انا لو عملت سيرش تايتل كتاب معين وقمت عامل هنا اخترت الكاتيجوري، نسينا نجيب الكاتيجوريز دول. طب ماشي، ونضغط سيرش فيظهر لي الكتاب ده موجود ولا لا، فدي السيرش تكون موجوده، ونعمل اديت والديليت للتابه دي. وكذلك في الكلاينتس السيرش تكون موجوده ونعمل اديت والديليت للتابه دي. يبقى انا كده خلصت البوكس والكلاينتس للاخر، ما عادش فاضل الامبورت والاكسبورت. وبعد كده بقيت انا عندي كتب وعندي عملاء، فاللي انا ايه اللي انا محتاجه؟ اللي انا محتاجه ان انا اضيف بقى شغل يومي، اعرف نضيف الاوتو كومبليت واعرف اسيرش عن كتاب الاقيه واقول ده رنت ولا ريتريف واعمل له اد فيتضاف هنا الشغل اليومي كله. وبعد ما اخلص دول طبعا لما نجي الشغل يومي هنضطر نضيف حته الهيستوري، ان كله هيجي هنا والادمن لازم يوافق عليه. بعدها بقى تفضل الريبورتس والحاجات البسيطه اللي هي التقفيل للبرنامج وكده، ونشوف ايه اللي ناقص اللي احنا ما عملناهوش نضيفه، والريبورتس وكل ده. تمام، هنقف لحد كده عشان وقت السيشن. اشوفكم ان شاء الله رب العالمين بكره. اي استفسار قبل ما اقفل؟ الايكونز مالها هندسه؟ الملف ده احنا محولينه عشان خاطر فيه الكود بتاع الايقونات اللي احنا بيعمل ايرور. طب انا ما شفتوش، بس الفكره في ايه؟ ايرور لما بتيجي تربط ملف الملف اللي فيه الايكونز بالبايثون بتاعك، هو بيحتاج يكون باسم معين. يا اما انت لو حولته باي اسم انت عاوزه لازم انت تعمل له امبورت، بس حوله بنفس الاسم. زي ما احنا هنا مثلا في المشروع بتاعنا هتلاقيني
تعال نجيب من فيو، شايف الايكونز عندي اسمها icons.qrc، وانا محولها icons_rc.py. بايثون لوحده او الباي كويت الوحده هتعمل لها امبورت، فانت حولها بالطريقه دي هتشتغل معاك. وانا كده كده هشوف لك الايرور ده دلوقتي ان شاء الله. اشوفكم، تمام، اشوفكم على خير ان شاء الله بكره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.